أجواء كورنيش البصرة مستمرة بجماليتها وعفويتها والبساطة اللي بيها، الناس ما زالت تتجمع، هو مركز الالتقاء لمعظم الزائرين لمحافظة البصرة مع أخوانهم العراقيين. هذه الأجواء مع حسين الخزعلي، خلينا نشوفها. طبعا بأجواء شط العرب كثير من الفرق اللي دائما ما نشاهدها فرق عراقية بصراوية خالصة بشط العرب، لكن نشوف أيضا من اليمن يشاركون بأجواء خليجي 25 هو يعتبر فشي نادر. السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله بلدكم الثاني العراق وتحديدا بمدينة البصرة. الله يحييكم. والله احنا نتشرف بوجودنا في جمهورية العراق وخاصة البصرة، والله ان فاجأتونا بهذا الخرنفار وهذا التنظيم وكرم اهل اليمنيين. شنو تعني لكم هاي البطولة وشنو جاي تقدمون من تراب؟ والله هذا اسمها اول شيء هذه اسمها هي يعني تسمى البرع. زين. ايوه. وهذا تراث يعني يرقصوا عليه يعني لاجراء الحرب. ايوه اذا في حرب هذا يعني يدقوها علشان حماسي. وباعتبار احنا حاليا ببطوله خليجي 25 جاي تحمسون الجمهور، والجمهور ما مقصر وياكم طبعا. والله الله يعني فاجأتونا بهذا التنظيم جدا. ما قد قعش اي خليجي مثل خليج البصرة. شكرا جزيلا. مرحبا. جانب اخر من يعني الاصوات اللي نسمعها بتحية انه الدول المشاركة بخليجي 25 من قبل الشباب العراقي. مرحبا. اهلا وسهلا. من اليمن ايضا. من اليمن. شنو اسم هاي الالة؟ هذا اسمها المرفع. شنو؟ المرفع. 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 زين. تابع للتاسة الحروب. زين. واحنا جينا نهاجركم ونهاجر المنتخب هنا وتشرفونا ان احنا حصلتوا احسن بطولة حصلت على بطولات الخليج. شنو يعني لكم تواجدكم بشط العرب وانتم جاي تحيون بعض من تراثكم بمدينة البصرة؟ جينا نحيي التراث وتراثنا ونحيي تراثكم والموجود ما عندنا من تراث شعبي. ما عندنا من تراث شعبي نحييه ونحيي لكم. شكرا جزيلا. شكرا. استاذ ماهر عين شلونك؟ اليوم رايك بمشاركه انه فرق يمنيه وخليجيه باجواء خليجيه؟ كل الاجواء، البصره بصوره عامه منوره باخواننا الخليج وباخواننا المحافظات، وحياهم الله والف هلا بيهم. تشرف بيهم استاذ. كل الهلا بيهم. شلون شفتوا جوهم شباب؟ تفضل. شلون شفتوا؟ والله جو حلو، منسين الكورنيش كله. تستمتعوا وياهم؟ اي طبعا. يلا استمروا. يلا حيوا اليماني. حيوا حيوا اليماني. حيوا خليجي 25 بمدينة البصرة، فعاليات كثيرة ونوعية وفريدة من نوعها أكيد من خلال توثيقنا لهذه التفاصيل الجميلة. أوقات متأخرة من الليل نشوف فرق يمنية، وأيضا هنالك شباب عراقيين الآن يحيون بعض الأغاني الحماسية. كيفك تدلل انت وطن نريده ترجع الأول من تطلب اللي تريده. كيفك تدلل انت وطن نريده ترجع الأول يا حومنا الكبار بنحبك كثار. الله أكبر يا حومنا الكبار بنحبك كثار. الله أكبر نوقف لك احنا نموسك من جبينك ننطيك كل شمال ضد زينك. مرت عليك ايام صعبة هواية الله يساعد قلبك الله يعينك. طبعا الاجواء بشط العرب وفعالياتها احسد عليها كمراسل ميداني متواجد ومو فد لخليجي 25. مين ما تلتفت اكو فعاليه، مين ما تلتفت اكو انشطه ثقافيه وفنيه يحاول احيائها مجموعه من الشباب العراقيين والخليجيين. حاولنا نكون وياكم بجزء بسيط من اجواء شط العرب، وعلى امل ان نلتقيكم بجولات اخرى. في امان الله.